تحية طيبة، أهلا بكم مشاهدي قناة الأمي أي أينما كنتم، وكل عام وأنتم بألف خير. اليوم سنقدم لكم برنامجا خاص بمناسبة حلول عام جديد. سنتناول في هذا البرنامج أبرز الأحداث التي حصلت على مختلف المستويات في يعني على الساحة العربية والعالمية. سنتطرق أيضا إلى أبرز الأحداث السياسية وغيرها من الأحداث التي شكلت علامة فارقة وكانت أشياء ميزت عام 2010 الذي كان مليئا بالأحداث والاضطرابات التي ربما تمتد نتائجها في الأعوام أو على الأعوام المقبلة. نبدأ إذن من الرابع من كانون الثاني يناير ل2010، حيث دشنت دبي أعلى برج في العالم، وهو برج خليفة الذي يبلغ طوله 828 مترا، والبرج هو الأعلى المشيد على سطح الأرض، يصل ارتفاعه إلى 800 متر، وهو مستوحى من زهرة توليب الصحراوية وقبب المساجد، ويأتي افتتاحه مع ذكرى تولي الشيخ محمد بن راشد حكم الإمارة. هذا البرج ارتفع لأكثر من 160 طابقا، ويحتوي على 330 ألف متر مكعب من الكونكريت و 31400 طن متري من القضبان الفولاذية المستخدمة في هياكل البناء و 57 مصعدا، وكلها أرقام تجعل منه أيقونة عمرانية بكل معنى الكلمة. وقد قدرت كلفة برج خليفة الذي تمكن أو يمكن مشاهدته على بعد 95 كيلومتر عند بدء المشروع بمليار دولار، لكن الكلفة الحقيقية تجاوزت هذا الرقم بحسب تقارير صحفية محلية. هذا البرج يضم أكثر من 1000 شقة و49 طابقا للمكاتب، إضافة إلى فندق في طوابقه السفلى، ويحمل توقيع المصمم الإيطالي جورجيو أرماني، فيما ستكون الطوابق العليا مكاتب أشبه بأن تكون مكاتب للمراسم، أي أنها ستستقبل اجتماعات رسمية ولن تستخدم ليعمل فيها أشخاص بشكل دائم. يذكر أن أعلى مبنى في العالم بعد برج خليفة هو برج تابين 101 في تايوان، والذي يبلغ ارتفاعه 508 أمتار، وسيقيم ويعمل في البرج حوالي 12 ألف شخص فيما يشبه المدينة العمودية. إلى الثاني عشر من كانون الثاني ل2010، زلزال بقوة 7 درجات يؤدي إلى مقتل أكثر من 250 ألف شخص في هايتي ومحيطها، وتشريد أكثر من 1.3 مليون شخص. وفي هذا الصدد كان بانكيمون قد أكد في ذلك الوقت أن نحو ثلث سكان جزيرة هايتي البالغ عددهم 9 ملايين نسمة هم بين قتيل وجريح ومشرد ومتضرر من الزلزال الذي ضرب البلاد فجر الثلاثاء الماضي. جاء تصريح بان بناء على تقارير أولية وردته من الجزيرة المنكوبة. في هذه الأثناء وزع خفر السواحل الأمريكي في أثناء الزلزال أو بعد الزلزال بالأحرى صورا جوية تظهر لحظات ما بعد الزلزال وحجم الدمار الهائل الذي لحق بمباني وشوارع العاصمة التي تحولت إلى ركام بفعل الزلزال. وكان مسؤولون في الصليب الأحمر قد أكدوا أن حجم الكارثة يفوق كل التوقعات. وأعقب الزلزال الذي كان بقوة 7 درجات حوالي 30 هزة ارتدادية وصلت قوتها إلى 5.9 درجة. والزلزال الذي استمر لأكثر من دقيقة واحدة تقريبا رفع السيارات من على الطرقات، وأيضا ارتفعت سحابة من الغبار على هايتي التي يقيم فيها مليون نسمة تقريبا. إلى 23 من آذار مارس ننتقل إلى الولايات المتحدة، ونظام إصلاح أو قانون إصلاح النظام الصحي، حيث كان الرئيس باراك أوباما قد أحرز أضخم انتصار في ولايته مع تبني مجلس النواب مشروعه التاريخي لإصلاح نظام الضمان الصحي، بما يؤمن تغطية طبية لـ 32 مليون أمريكي إضافي. وأصبح هذا المشروع مشروع قانون الرعاية الصحية نافذا بعد أن وقع على نصه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وسيتمتع به نحو 32 مليون أمريكي غير مشمولين بالتأمين الصحي. وقال أوباما في حفل التوقيع مع أعضاء الكونغرس الديمقراطيين في البيت الأبيض: اليوم وبعد نحو قرن من المحاولة، اليوم وبعد أكثر من عام من الجدال، اليوم وبعد إحصاء كل الأصوات، يصبح إصلاح التأمين الصحي قانونا في
في الولايات المتحدة. وأضاف وقع مشروع قانون الإصلاح هذا ليصبح قانونا باسم أم التي جادلت شركات التأمين حتى وهي تصارع السرطان في أيامها الأخيرة. إلى 12 من نيسان أبريل لعام 2010 أيضا على صعيد متصل بالشأن الأمريكي، أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يوقعان في براغ اتفاقية ستارت جديدة تقضي بتقليص كبير لترسانتيهما النوويتين، ما يفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية. وكان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف والرئيس الأمريكي باراك أوباما وقعا في أبريل 2010 في براغ على معاهدة جديدة لتقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية ستارت 3، ومن المقرر أن تشكل المعاهدة أحد أسس المنظومة الحديثة للأمن الدولي، ويعتزم جانبان تقليص إجمالي عدد الرؤوس النووية القتالية إلى 1550 لدى كل منهما، أي بمقدار الثلث مقارنة بالمعاهدة الموقعة في موسكو في عام 2002. وخفض عدد وسائل النقل الاستراتيجية هذه الأسلحة بنسبة تفوق 50% أو إلى 800، وتدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد مصادقتها من قبل مجلسي البرلمان الروسي ومجلس الشيوخ الأمريكي بالكونغرس الأمريكي. وبعد بذل جهود كبيرة تمكن الرئيس الأمريكي في نهاية المطاف من إقناع السيناتورات بضرورة المصادقة على المعاهدة قبل نهاية العام. وكانت لهذه الخطوة أهمية كبرى، إذ أنه في حال عدم التصويت لصالح المعاهدة في هذا الموعد لكانت عملية المصادقة استغرقت وقتا أطول بالكونغرس الجديد الذي يبدأ عمله في يناير 2011. إلى 14 من نيسان أبريل، وكان موضوع بركان أيسلندا الذي انفجر في هذا التاريخ قد سبب الكثير من الأمور التي المتعلقة بالنقل الجوي وأيضا بالخسائر المادية بعض الشيء، حيث انبعثت غيمة من الرماد البركاني وشلت حركة النقل الجوي في أوروبا بشكل عام، مع إلغاء حوالي 100,000 رحلة تم إلغاؤها في أسبوع تكبد فيه قطاع الطيران بشكل خاص خسائر بقيمة 1.8 مليون دولار. وتسبب بركان أيسلندا نتيجة لثوران بركان في أبريل 2010، وقد تسبب في اضطرابات في حركة النقل في أوروبا. وكان البركان هادئا منذ القرن 19، ولكنه اندلع في 20 من مارس، وفي 14 من أبريل بدأ يلقي بكميات كبيرة من الرماد إلى ارتفاعات عالية نظرا لتوسيع السحابة البركانية. واتخذت الجهات الأوروبية في ذلك الوقت الجهات الأوروبية المختصة بأمان التحليقات قرارا بإغلاق المجالات الجوية لمناطق كثيرة بشكل مؤقت، وشهدت حركة النقل الجوي فوق أوروبا شللا تاما تقريبا. وكان عشرات الآلاف من الركاب العالقين في المطارات حول العالم يتابعون يوميا النشرات الجوية منتظرين تغيير اتجاه الرياح. ولم تستأنف حركة النقل الجوي إلا بعد أن غادرت سحابة الرماد البركاني المجال الجوي فوق أوروبا، واستمرت ثوران البركان حتى 23 من مايو متسببا في خسائر كبيرة لقطاع السياحة. تقدر خسائر شركات السياحة الأوروبية وحدها بمليارين و300 مليون دولار نتيجة لبركان أيسلندا. إلى أمريكا مرة أخرى، وتحديدا في 20 من نيسان أبريل، خاصة في موضوع التسرب النفطي الذي حدث في خليج المكسيك، وكان نتيجة لانفجار في منصة نفطية تابعة لشركة بريتش بروتوليوم النفطية ثم غرقت في خليج المكسيك، أدت إلى مقتل 11 شخصا، وولدت أسوأ تسرب نفطي في الولايات المتحدة مع تسرب حوالي 4.9 مليون برميل نفط في المحيط. البئر النفطية أغلقت نهائيا في 19 من أيلول سبتمبر، وكانت في ذلك الوقت قد حصلت بعض يعني قد تم رفع دعاوى قضائية في المحكمة ضد هذه الشركة مطالبة إياها بدفع تعويضات للمتضررين وأيضا للولاية التي حدثت أو تضررت الولايات الأمريكية التي تضررت نتيجة لهذا الحادث.
إلى الثاني من أيار مايو وتحديدا إلى الاتحاد الأوروبي مرة أخرى وخاصة في اليونان. وزراء منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي يتفقون على منح اليونان المثقلة بالديون قرضا ضخما لا سابق له عالميا بقيمة واحد أو بالأحرى بقيمة 110 مليارات يورو شرط تطبيقها خطة التقشف. وفي العاشر من أيار مايو الاتحاد الأوروبي يقرر إنشاء خطة إنقاذ تاريخية بقيمة تصل إلى 750 مليار يورو لمساعدة دول منطقة اليورو إن دعت الحاجة. وإلى بريطانيا وبالتحديد في السادس من أيار مايو والانتخابات التشريعية. كاميرون حزب ديفيد كاميرون المحافظ يفوز في الانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة من دون أغلبية مطلقة وينال 306 نواب متقدما على حزبي العمال والديمقراطيين الأحرار. نبقى في أيار مايو أيضا من 2010 وننتقل إلى إسرائيل خاصة في موضوع الهجوم على أسطول الحرية حيث هاجمت البحرية الإسرائيلية في مايو عام 2010 أسطولا محملا بالمساعدات الدولية حاول كسر حصار غزة وقد أدى هذا الهجوم إلى مقتل 9 ركاب أتراك في العملية وأثار سخطا دوليا. وهاجمت القوات الإسرائيلية السفن أسطول فك الحصار عن غزة وأنزلت جنودها بطائرات الهليكوبتر فوق